يعطيك النبي عليه الصلاة والسلام فرصة أخرى فيقول هو بأبي وأمي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلنا نعصي الله، كلنا نذنب، كلنا نسير في طريق النار، حتى إذا جاء رمضان جعل الله عز وجل لنا هذا الشهر سبيلا لكي نعتق وننقذ رقابنا من النار. رواحل يأتيكم في الأوقات التالية على قناة زومسات.